أن تبحث إذا كنت مهتماً بأن ننهض. ولا بد يا أيها الإخوة، ما معنى أن تصلي؟ ما معنى أن تصوم؟ العلماء قالوا ركن الدين الأعظم، قطب الدين الأعظم، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمل لهم الأمة، الذي ينصح الآخرين، الذي يدعو الآخرين إلى الخير، هذا أكل هم الأمة. أما إذا واحد يقول لك أنا بس شو بدي بالناس، الحمد لله عم صلي وعم صوم وعم بتصدق وما بأذي حدا، أنا هيك منيح؟ الجواب أنت مو منيح بنوب، مو منيح أبدا يا أخوان. لتأمرن بالمعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي اللام واقعة في جواب القسم، يعني والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم يدعو صالحوكم فلا يستجاب لهم. مو منيح أنت إذا بس بتصلي وتصوم، بعدين أنت من 20 سنة بتصلي وبتصوم ما بتأذي حدا، من 30 سنة أنت بتصلي وبتصوم ما بتأذي حدا، معقول 30 سنة أنت لساتك نفس الحضانة؟ يعني 30 سنة بنفس الصف ما طلع بنوب، منيح؟ لا ما لك منيح طبعا. يا أيها الإخوة، هذا الدين، تخيلوا لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا شو بدي بهالناس، حبصلي وصوم وما بأذي حدا، وبعدين كل الناس لا تأخذني عقلهم براسهم، كل واحد بيعرف يعني مصلحته، يلي بده يآمن يآمن، بده يكفر يكفر، بده يلتزم يلتزم. تخيلوا لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالها، لو الصحابة قالوها، يا إخوان والله شيء يعني كأنه الخيال لكنه الواقع. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه صحابي من مواليد المدينة المنورة، مدفون في دمشق. شو جاي يعمل بالشام أبو الدرداء؟ كيف إجا؟ مشي يا إخوان مشي. هلأ أنا بدي أبعتك من هون على المدينة المنورة، مشي يلا طلع من الدرس أوام يا إخوان. شيء جاء، طلع 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 ومشي على قدميك، لا سيارة ولا باص ولا حصان ولا فرس ولا قطار ولا طائرة. شو جاي تساوي يا سيدنا أبو الدرداء؟ جاي لأعلم أهل الشام الدين. لكن أنتم فكرين يا إخوان نحن عم نصلي إنه كتير نحن أذكياء وشاطرين؟ هذا صلاتك وصومك وصلاتي وصومي وحماية بيتك وحماية بيتي مدفوع حق أرواح، مدفوع حق لحوم، مدفوع حق دماء، مدفوع حق مهج، حتى ينتشر الخير في هذه الأرض.